هنقول اي كلام مناقض او منافي للواقع الناس مش هتصدقنا، ما الناس ليها عينين وشايفه، الناس ما يعني فاهمه ايه اللي بيحصل. فاداء كان مرضي جدا للجميع، للاعلام وللجماهير. مصطفى شوبير كان ممتاز الحقيقه، ويستحق الدعم، يستحق المسانده، واللي اتصدى الاربع اهداف، يعني اعتقد اربعه او خمسه حاجه زي كده. وهو كمان اتكلم عن الماتش وقال ان الفريق كان بيبحث عن الفوز، ان التعادل مع منافس كبير، يعني لديه لاعبين طبعا مميزين في مختلف المراكز على ملعبه وسط جماهيره، برضه امر ما هوش سهل. نتمنى كمان هنا السرعه لشفاء احمد الشناوي كابتن الفريق، والعوده طبعا قريبا للمباريات، عفوا محمد الشناوي. خلينا نروح نتابع دلوقتي التصريحات ونرجع نكمل. على شباكك النظيفة، وأنت الذي عوضت شناوي الغائب عن هذه المباراة، أولا كيف صف لنا كيف كانت مباراة اليوم أمام أرسنال؟ طبعا مباراة كبيرة قدام فريق كبير، فريق مش سهل خالص، ساعة ملعبه قدام جمهوره، كلنا شايفين كواليتي اللعيبة اللي عندهم عاملين إزاي، وإحنا احترمنا الخصم وكان نفسنا إن إحنا نكسب. إحنا أي ماتش بننزله بنلعب على المكسب، بس الحمد لله. وقبل أي حاجة عايزين بس عايز أتمنى للكابتن محمد الشناوي الشفاء إن شاء الله العاجل، ويرجع لنا بألف سلامة وأحسن من الأول إن شاء الله. نعرف أنه الأهلي المصري لم يأخذ أي مباراة يعني رسمية قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، هل ربما هذه النقطة كانت أثرت نوعا ما على تنافسية اللاعب؟ طبعا رتم الماتشات دايما مختلف عن التدريب، أنت في التدريب بتحاول بتعلب الريتم على قد ما تقدر، بتحاول تجارب ماتش، بس إحنا كان عندنا لعيبة كتير في المنتخب راجعين مجهدين، وفي منهم لعيبة كمان ما لعبتش، فطبيعي ان انت رتم الماتشات لسه، وطبيعي واحده واحده ان شاء الله. يعني نقطه في الاول وفي الاخر طبعا ثمينه قدام فريق كبير تاني في ارضه، اللي احنا بنتشرف ان احنا بنلعب في الجزائر طبعا اخواتنا.